السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة. شوفوا الأجواء عندنا كي دايرة، قلت نشاركها معاكم. هاد الصباح فتحت الشرجم شوف كي داير. أصلا كان عندنا الثلج وكانت عندنا واحد العاصفة. شوف كي صباح الدنيا بيضاء، ما كتشوفوش الطريق كاع نهائيا. اي والله عاوننا على هاد الثلوج. هاد العام جاونا بزاف ديال العواصف الثلجية، ولكن معنا ما نديرو، كنتعايشو معاها الحمد لله. على كل حال، هو البرد هاد السيمانه تقريبا كان دايما ناقص 19 ناقص 18، واحد السمد البرد ما نقولكمش، ولكن الحمد لله على كل حال. هاد الجو هذا غير ديال كسميتو القطاني. العداس ولا اللوبيا ولا الحمص. ايوا اليوم غندير معكم واحد الاكله كتعجب الناس، كتعجب الكبير والصغير. شحال بيني وبينها، راه سنين ما كليتهاش. المهم خليكم معايا تندوزوا الكوزينه ونقولكم شنو غنطيب اليوم. توحشت واحد الاكله اللي كدفينا في البرد، ومشحال هادي ما كليتها، يعني سنين ما كليتهاش، ماشي غير شحال هادي، لانه ما كنلقاهاش هنايا، واللي هي الكرعين. اليوم غندير معكم واحد الوصفه ديال الكرعين بالحمص كما كنا كنديروها زمان، يعني بطريقه تقليديه. خليكم معايا ندوزو الوصفه. اول شيء غنحتاجو لهاد الوصفه هما الكرعين. طبيعه الحال لقيتهم عند الجزار، عجبني الحال، فرحت بيهم، قلت له يقطعهم لي صغار هكا. ما عرفتش واش غيكونوا طيبين ولا لا، لانه ما عمرني لقيتهم ولا جربتهم من هنايا بصراحه. تيكونوش ما كنلقاهمش بزاف بصراحه، ومني لقيتهم قلت انا نجربهم ونستمتع بهاد الاكله التقليديه اللي كتعجبنا من ايام زمان. المهم كما قلنا غنحتاجو الكرعين، غنحتاجو ليهم الحمص اللي مفزق من البارح، وراني غسلته وصفيته وخليته كاين اللي كيفركو، ولكن انا ما عنديش الوقت باش نفركو، تياخد الوقت بزاف. غنحتاجو له البصله، بصله بكميه كثيره. هنا درت وقيله شي ثلاثه البصلات متوسطات مخلطين ما بين الحمر والبيضه، لانه ما كانش عندي البيضه كثيره. واحد القبيطه ديال المعدنوس، الا كان عندكم قزبر زيدوه. المهم انا اكتفيت بداك الشيء اللي عندي في الدار. هنا واحد الفصيصات ديال الثوم، خمسه ديال الفصوص ديال الثوم. طبيعه الحال غنحتاجو زيت البلديه بكميه وفيره، غنحتاجو الملحه، غنحتاجو بالنسبه للعطريه غنحتاجو الكامون. هنا عندي البزار، فلفل اسود مع واحد العويد ديال القرفه، هذا اختياري، اللي بغى يدير القرفه يديرها، اللي مبغاش ما يديرهاش. هذا الخرقوم، هذا الزنجبيل سكينجبير، وهذه البابريكا، وكاين اللي كيزيد فيه حتى داك القزبر حبوب، يعني قزبر يابس مدقوق. انا ما متوفرش عندي داكشي، علاش وما نكتفي بهادشي اللي عندي. خلينا ندوزو للطريقه. طيب هاد الهرقمه ولا كيف تقول لها الكرعين بالحمص، نطيبها في الكوكوط كما كتعرفوا راه كاين الطياب. غنحط هادشي في الطنجره، المهم حطيتهم في الطنجره في القعر ديال الطنجره. وغنضيف هادشي تقريبا كلشي، غنضيف البصله والثومه. الثومه كاع ما قرطتهاش لانه غادي تطيب، غادي تذوب. من بعد نزيدو العطريه، زدت التحميره، العود ديال القرفه، البزار، سكينجبير، هاد الخرقوم، الكامون. المهم العطريه كلها زدتها في الطنجره، وغنديري واحد شويه الملح ماشي بزاف، لانه من بعد غنرميو الحمص، لانه الملحه ما كتواتاش مع الحمص، ما كتخليش يطيب دغيا. غنزيد واحد الكميه وفيره ديال زيت البلديه، لانه هو كيحتاج زيت البلديه. صافي، هو ده الشكل ديالها. انا نديرها فوق النار تقلى شويه ونمرقها. أو نحركو هاد الكرعين هنايا في الطنجرة، نخليهم يتشربو ديك العطرية. هنا غنزيدي واحد شوية د الماء باش العطرية ما تحرقليش، باش نكون تنخلي هاد الكرعين.
نسيت ما قلت لكمش راه غنضيف الزعفران الحر، غير نسيت ما درتوش في الماء طايب، دابا غنرمي هكا مباشره، ندير واحد شويه كيعطي واحد البدا زوينه، وهذا اختياري اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يستغنى عليه، اصلا راه دايرين فيها الخرخوب. صافي دابا غنمرقو الماء طايب، نقطعو عليهم بالماء طايب، كيما تعرفو مرة كياخدو طياب بزاف. دابا غنسد على الكوكوط ونخليهم يطيبو، خليهم تقريبا تيدخل فيهم الطياب مزيان، عاد رمي الحمص، لان الحمص عندي انا طياب دغيا كيطيب بسرعه، داكشي علاش نحاول نكونترولي الطياب ديال الكرعين مع الحمص، ورجع معكم من بعد. نحل على هاد الكرعين، راه حليت عليهم من قبل كانوا مطابوش، وليت زدتهم عاوتاني الوقت. راه دخلهم الطياب دابا، دابا غادي نرمي الحمص، دابا غنرمي الحمص اللي صفيت، وغنزيد نمرق شويه، راني زدت مرقتها القياس اللي يطيب فيه الحمص، وغنسد على الكوكو وغنسد عليه. واخيرا طابت هاد الهرقمه، حيت بوحدها هي الاولى، حطيتها هنايا وخليت الحمص يزيد شويه يطيب، راه طابت ولا كي الزبده ما شاء الله. الحمص ها هو، شوفوا كي جا معلك ما شاء الله، جا غزال، ديك المرخه خاتره. دابا نبدا نحط، نبدا نحط هنايا، يا سلام شحال زوينه ريحتها، كتشهي شهيتكم. دابا نحط المريقه لان درت الحمص بزاف، كما كتعرفوا انا عزيز عليا الحمص. هادشي معلك يا ديال هاد البرد هذا، اظن يكفي. هانتوما شو كيجا ما شاء الله، كيشهي غزال مع خبز ديال الدار، يا سلام. هذه هي الوصفة ديالنا ديال الكرعين بالحمص اللي شاركت معكم اليوم، نتمنى تكون عجباتكم، ونوضوا ديروها اللي شحال هذه ماكلاها في هذه الاجواء ديال البرد، يدفاو بها زوينه، تستمتعوا بها نتوما ووليداتكم، ونتمنى ان شاء الله تكون هذه الوصفة عجباتكم، ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله، وما تنسونيش من التعاليق زوينه ومن لايك وسبسكرايب الى كنتو جداد في القناة، ومرحبا بكم من جديد في القناة الناس الجدد، ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.